امان 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 ترنن ترنن تكتكا تكتا 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 تكتا. مرحبا والله ما شاء الله. مرحبا لي خاطر كرك. اي والله يا نوم عيد. يا ليت الناس كلهم الصف. امي قاعد تقولوا لي عبدو يلا حيهم. يا مرحبا يا مرحبا يا المدينة. يا مرحبا تبقى قهوة حياة. حي يحييك وال تحس بخمول. خمول؟ ايه لا ما تحس بخمول، شكل هرول كذا. ليه؟ ها؟ انا يلا امشي خطوتين تبغاني هرول. خمول ما هو بخمول يا اخوي. يلا هرولنا؟ هرول قم يلا قم. عبود اول واحد. والله ما لي حيل يا اخوي صح. شفت لنا حيل يعني خمول. خمول نسولف نضحك. تقول الصراحة عطى سوالف منك واسمع سوالف. السوالف سوالفك قصصك اللي تحت البث يلا عطيها. يلا سولف. شو السوالف؟ شكلك ناخذ من رايد شوي عقب نعود علي. انا ما افكر سوالف واجد. وش حنا في مقابله شخصيه وخذ من ذا وتعال من ذا. اخوي يمكن تقديم شركه. قدم شركات. تقدم شركه. خبره حلو زين. اذا رحت للموظف ذا اللي امامته كلها ريحه نشا يسحب عليك ها؟ دقيقه شرف السعد يا عيد. السلام عليكم. السلام مرحب. سالفه شلع بهالحميدي عمركم سمعتوا فيها؟ لا. هذا يا طول العمر واحد كبير عمر عنده ولد. حلو زين. المهم يا طويل العمر ولده ما في وظيفة ما قدم عليها راح يقدم وهذا هو من شركة بشركة. المهم يا طويل العمر ترى بيتهم قريب للمطار. حلو. الوكاد يروح يقدم على المطار يا طويل العمر ويقبلونه السكيورتي على بوابة. زين. يفتح البوابة ويقفلها. جاء لابوه يا طويل العمر السلام عليكم السلام انا بالشركة قبلوني المطار وبتوظف ان شاء الله بالمطار مبروك يا ولدي وعسى مبروك وما ادري. الشيبان ما يدرون وين وظيفته بالضبط وين. حلو. المهم يا طول العمر وكل ما جلس هو الشيبان جالسين بجنب بيوتهم ومتكين لاخذ طياره شلع بهالحميدي. شلع بهالحميدي ولده سكيورتي. يحسبونه طيار. يحسبون ولده طيار. فكل ما طارت طياره قال شلع بهالحميدي. شلع بهالحميدي. شلع بهالحميدي. هو ما درى سكيورتي. هو ما درى ان ولده سكيورتي على بوابه. الشيبان. وراح مثل اي راح مثل على هذه. وراح مثل شلع بهالحميدي. كلامك صحيح. تفضل يا اخوي السالفه المايك عندك. اشكرك. اشكرني بسالفه. وشو بيساعدك؟ حيك. عبد الله هل طلعت من يا طويل العمر؟ هل ناوي على مشروع؟ السلام والرحمه. هل انت ناوي على مشروع؟ ناوي على مشروع تفتحه وتسوي شيء؟ ان شاء الله. على ايش؟ مطعم. بندي. شو اسمه؟ مندي. ها؟ ليش اللي قباله صح؟ مندي مضغوط. اللي قباله وش؟ مندي. خله في السوده يستاهلون هذا. السوده. يستاهلون. السوده خله وقت الشتاء. وخله غدا بس عشان يلحقوا الناس. صدق والله. خالف تعرف. والله العظيم حلو. خله غدا بس. مو في مطعم كذا نفس هترك. وش هترك؟ هترك ذا. صندقه. فترك. فترك. ها؟ في مطعم كذا اترك ما ادري فيه والله لو في عبود اخذ يطول وقت بس الشتوي الصيفيه في ابها السوده. اي بس لازم فترك كبير انت تطبخ 5 6 كبسات كيف تغطي على الناس يعني ذا اللي بيطلب وذا بيطلب وذا بيطلب وذا بيطلب وخلصنا كبسات اللي بعدهم. بس قصدي لو ولا محل اقل شيء 10 قدور. حلو بس تضبط لك. لا انا ابغى افتح مطعم ان شاء الله افتح له 4 5 فروع كنت تلقاها 10 20 فروع ما تدري وين. طيب جميع المناطق فتح عندنا بالناريه بس في البدايه ما ادري. فتح عندنا بالناريه يمشي بالناريه والله بيمشي. شوف اذا بتفتح لك مشروع على حسب السكان، على حسب المكان. بيمشي والله، بيمشي عند ناصر. كل يوم جاي يتغدى بلاش. حق خويي. عيال تغطيه. تبون كرك تعالوا. تغطي. انت صدق ما بتفتح كرك والله. العيريه. لا افتح عندنا. والله الصيفيه عندنا. وين؟ حطها للسلامه في، خلها في ابها. ولا في النماص. الماص ترى قرايبه منه. نماص وش؟ الماص مواسم. مواسم. موسم، ايوه موسم الصيفيه. وابها بعد مواسم السوده والسوده مواسم. كذا الصندقه ابها بعد مواسم السوده وذولي كلها مواسم. ودي من الشرقيه ها؟ اي صح ابها. انت شريتها ولا لا؟ شريتها؟ لا النعيم بعد ما شريتها صح؟ الرياض خلاص ظبطها في ابها وحطيناها كلها دا انقل. الرياض؟ يمكن الرياض حلو بس لازم تختار لك موقع عليها الكلام. يمكن نعريه يمكن اسويها، نعريه يمكن اسويها معك. لا مو بغالي. لا مالك يا اخي خله من نعريه تستاجر ب 60 ب50 والفترك خله هناك موقع عليه الكلام. ابها ايوه فهمت؟ بس انه يكون زي ما تقول يعني اذا بتفتح بالرياض تفتح مكان يعني مهبه عليه. شلون اقول لك؟ قريب الاماكن العزاء تجمعات العزاء بحيث ان الضغط يكون عليك اكبر. اغطي لك تغطيه كامله. فهمت؟ ايوه لبيه؟ والعيال كلهم اللي هناك اللي اعرفهم زين ما سمعت في السوشيال ميديا تسجيل ولا تغطيات. هذه الاماكن اللي تنجح فيها المشاريع. وثاني شيء يكون الجوده واحده يعني. بعض المطاعم تفتح عندنا بالرياض شهرين 3 شهور تتغير جودتها. بس النظام اني اروح واعود ويعني كرك ثاني، بس اهم شيء يكون شوف صلف يكون نفس الكرك اللي ندوقه. حكايه المفروض لا تفكر فيها. لا يكون احلى بعد. لا انا ابغى كذا ويعيد على انا ابغى كذا شرق شمال الرياض اللي انا احلم معروف يا اخي ابغى. ايوه انا ابغى. انت متخيل له 5 سنوات فتحه واحده واللي بيضبط الكرك الحين جلستين بس عشان تقول بسويك عرض. قسم بالله يعني طق عصي ما شاء الله تبارك الرحمن. من الان لدرجه برمضان اذا ما طلبت 11 بالليل. دقيقه بس ما سالفتك ولا سالفتي. اصبر انت وياه بس ما سالفتك يا اخي. انا اسولف معك ما في تسولف في جلسه واحده مع 2 3 تقاطع اصوات. خلاص انا اعطونا واحد نسمع نسولف. نعم يلا اسلم. الله اكبر انت يا اخي في ناس جالسه تسمعك. ما ادري ايش. اسلم اسلم والله خلينا راعي الدرس. سلمت انا سلمت. تنافس على الأول ولا به مجامل. ما هي بي شاشة ما هي بي شاشة هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشة. لعشق المراجل لعشق المراجل ولو إنها تتعب لعشق المراجل. أكلمك صادق بدون مبالغة 11 بالليل شوف يقفل الساعة 4 هو قسما بالله ما تلقى سحور. فتحة واحدة. ضروري. سولف بسمع الكلام. ايه فشو اسمه من ناحية المشاريع لازم انك تفكر فيها من كل النواحي. فعلا اشوف في مطاعم تلقاه يفتح 2 3 شهور يقفل. كافي مثلا يفتح 2 3 شهور يقفل. اول حاجه اختيار الموقع. ثاني حاجه لا تفكر انك توسع من مشروعك اول ما تدخل مثلا بقوه ولا انه يجونك زباين ولا انك تعرف ولا انك لا تحاول انك تفكر بالاشياء ذي. خليك مركز على جوده الجوده هنا الكلام. فاغلب المطاعم انا اشوف انه يجيب له مثلا طباخ يتعاقد معه 2 3 شهور بعدها الطباخ يروح خلاص يموت اسمك. الجوده اللي كنت احصلها عندك ما ارجع لك ما القاها. ليش المطاعم الكبيره لا زالت مستمره الحين؟ مثل مطاعم خلينا نتكلم بشكل الحصر عن مطاعم الرز. في مطاعم معروفه لا زالت وين ما رحت تقول بروح المطعم الفلاني لانك عارف ان جودته بالرياض مثل جودته بجده. لانهم ركزوا على الجوده. اهم شيء عندك يا الشخص الجوده. فعلا. فالمشاريع واجد. المشاريع ونهايه الامر التوفيق من الله. توفيق في مشاريعك من الله. اكيد. لكن الربع جابوا اكياس وش فيها؟ اصبر اصبر خلينا نشيك عليها. ان كانها تستاهل نروح. جيناها. الوضع فيه كرك. الوضع فيه كرك. غير الكرك ايش فيه؟ ناصر طلع الاغراض من الاكياس. طلع الاغراض من الاكياس، في شيء يسوى نجيك؟ العلوم. ايش تبغى ايش؟ وش فيه؟ اي شيء تبغى اي شيء. هذا اول مشروع. هذا اول مشروع. بيبسي؟ ها؟ بيبسي؟ بيبسي؟ لا بيبسي هذا طولها شوي ما لكن ياتي. جوي. انا قايل لك في امور زين. انا اموت. اخذ كذا واسلم اليوم. اوه. لا لا شغل. بالدور. اوه. شغل با ولا ما با؟ تبغى تشتري ذا كله 10000 نقطة الآن. اشتريه ب 10000 نقطة؟ 10000 نقطة. شغل ما يدري. شغل من اليوم وانا اسولف يا اخوي. الو. اوه. كيف طفى؟ اعطوني حجارة. كيف طفى؟ ايش رايك؟ اعطوني حجار. عبد الله سعيد ليجي. والله الظروف هذه جميلة. ها؟ الظروف هذه ترى جميلة. بيك. لا تخلص. لا 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 تجيني اجيك. يلا. ها؟ برتبها طيب. ها؟ ممكن؟ أنا أبغى بس أشوف ركبتنا روح بس. أناها ازهلني ما بعد شفت شيء. فليتها دقيقة قول لا اله الا الله. ها ايش تبغى؟ ماني متزعل انا وياك، ماني متزعلين، توكل. انا وياك ماني متزعلين. اغراضي خلاص طيب خلينا نشوف. لا ما بتشوف، تفضل روح سولف وكمل مطعم المشروع حقك. كمل المشروع حقك. بشوف نصيحة. كمل المشروع حقك. والله ما بتشوف انت الاغراض المحل. ما بي تشوف ما ادري. ليش تفلي؟ ليش تدفلي؟ انت ايش تبغى؟ الطاولة ذي لا تقربها. طاولة من هذه؟ اغراض من؟ اغراضي. اغراضك ولا اغراضه؟ اغراضي. اغراض من يا السلف؟ الصدق؟ ايه. اغراضك انت؟ اغراضي. انا وياه مشتركين قاطين الله لا يهين. قبل شوي خلنا نشكر شفت انك تجيني عشان العيشه يعني. انا يا فؤاد عبد الله لو ابغى اجيب راس عبد الله العلياني ما بجيبه بكلمه، اجيبه بعيشه. حلو ايوه اعطيتك على جواب. خلاص بابا خلاص يا بابا. جبت حجار انت ولا همك؟ نسيت والله. احب اشكر اللي جاب هذه. الله لا يهينك اللي جبتها، بيض الله وجهك بيض الباب يعني مع عدمك تستاهل. بسكوت حار كان في الشمس. ها لا والله عبد العزيز جابها الظهر وسج منها ظاهر، بس اني الله لين اللي جابها بيض الله وجهه يعني والله عدمه. انا اظن اللي جابها فهمني واجد. جاب سايل حلو زين واجد زين. كسرت البسكوت؟ ما كسرت يا محمد. حلو سوي تعال نغنق. ولا صابعك كبار. دقيقة ها شوف مخرك. خلاص ها ها اضبط لك هرك. والله يا زلمه طيب. ويلي يبا. يعطيكم العافيه. اوه ضبط الكرك عوض العين عوض البناية رجاءً الصلف لا تلمس شيء عشان ما تخرب بالترتيب. السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا. مساك الله بالخير. ها بيتكلم لا عندنا غن. تعالوا هنا انا بدي اخشومكم. عبد الله تعال نشيل الكرسي هذا.